في بلد من البلاد 3 ملايين امرأة أرملة قتل زوجها في المعارك، لا تجد طعاما ولا شرابا ولا تجد من يواسيها، 5 ملايين طفل يتيم. أين اليوم العالمي للمرأة؟ أم هو اليوم العالمي لامرأة معينة من قوم معينين من بلد معينين من؟ أليست الإنسانية كلها سواء؟ ألم يكن الحبيب منذ 15 قرن ما لم تستطع البشرية أن تصلوا إليه إلى يومنا هذا؟ أيها الناس كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. أين هذا؟ أين هذا؟ وقد قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا؟ وأخذت هذه الجملة لتكون في مطلع القانون الدولي لحقوق الإنسان: الناس جميعا أحرار. أين الحرية؟ هؤلاء الذين يتكلمون عن المرأة اليوم أما يستحون؟ أما يستحون؟ إلى الله المشتكى. لكن هذا والله يزيدني إعزازا واعتزازا بديني، لأني أعلم أن الإسلام هو الوحيد الذي لم يميز بين من البشر، وأن البشرية اليوم أما الضعيف فلا مكان له في الوجود. أقول إلى الله المشتكى. البشرية اليوم تعيش أسوأ عهودها. لماذا؟ لأنها تدعو أنها مستنيرة، وتدعو أنها قد بلغت من الرشد مبلغا، وأن عندها من القوانين ما تضبط به حقوق الناس، فثمة حقوق للبشر وثمة وفي الحقيقة أن هذا كله لصنف واحد. كنت في بلد من البلاد وكنت ذاهب لصلاة الفجر، فمررت على مستشفى فوجدت أكثر من 3 عربات إسعاف، يعني على أهبة الاستعداد، السائق جالس فيها ويعني يكفي يعني تود إشارة لتنطلق، فقلت لمن معي: الله، انظر كيف يهتمون بالإنسان. السيارات جالسة يعني مستعدة بس إشارة لتنطلق لتسعف المريض. في بلاد أخرى ربما يتصل أهله فتأتي إسعاف وقد مات ودفن، ويأتون يسألون عنه ويقولون قد انتهينا منهم من دفن قبل قليل. ما قلت أنظر 3 سيارات. قال: يا فلان، هذه المستشفى للحيوانات وليست لمن البشر. هذه السيارات تنتظر حيوانات، لا تنتظر، تنتظر تلفونيات. أنقذوا قطتي، أو أنقذوا كلبي، أو أنقذوا طائري. اللهم خذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك، وهب لنا عملا صالحا يطلقنا إليك. آمين. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك من أسر المعصية وثقنا. اللهم اهدنا لأقوم السبل، فإنه لا يهدي لأقومها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وانشر هدايتك ورحمتك على العالمين. وأقم الصلاة.